وهذه مصيبة كبيرة أن الإنسان يقبل كل شيء ويتأثر بكل كتاب. كثير من شبابنا ممن كانوا في المراكز الصيفية وممن كانوا يشار إليهم بالبنان وكانوا على درجة من العلم والفهم والفقه أصابهم شيء من الغرور وأعطوا أنفسهم ثقة زائدة وظن نفسه أنه يستطيع أن يقرأ كل كتاب وظن أنه لن يتأثر فاندفع اندفاعا قويا في قراءة كتب العلمانيين أو الملاحدة أو أصحاب الأفكار العقلانية أو غير ذلك اندفع اندفاعا غير محسوب العواقب ولم يضع لنفسه مراجعات أو محاسبة ولم يعرض ما يقرأه على غيره بل ظن نفسه قادرا على التمييز المطلق بين الحق والباطل فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم تأثروا بهذه الكتب التي قرأوها أو بالأشرطة التي سمعوها أو بالبرامج التي تابعوها ووجدت لديهم لوثة عقلية وغبش في التصور وخسروا الكثير من المبادئ وانحرفوا عن الجادة بسبب ماذا؟ بسبب الغرور والثقة الزائدة في النفس واتكال الإنسان على نفسه وظن الإنسان أن لديه من القدرات ما يغنيه عن غيره وما يستطيع معه أن يبحر في أي بحر وأن يخوض مع أي خائر وأن يسير في أي وادي وهذا أمر خطير على طالب العلم أن يكون حذراً كل الحذر وأن يعرف لمن يقرأ وماذا يقرأ ومن هم المراجع الذين يستحقون أن يقدموا وأن يرجع إليهم الإنسان ولا يغتر بحسن منطق الإنسان ولا بحلاوة حديثه إلا بعد أن يسبر علمه ودينه وخلقه وعقيدته بحيث تطمئن نفسه تمام الاطمئنان إلى صحة قوله